هذه الندوة الوطنية التي ينظمها المركز المغربي للتطوع والموافقة بدعم من جهة الدار البيضاء ستات. السيد رئيس مؤسسة أهل الفاسي، السيد رئيس مؤسسة الكريم الخطيب، السيد رئيس مؤسسة آليتا، السيد رئيس مؤسسة محمد سرطوني، السيد رئيس المركز المغربي للتطوع والمواطنة، السادة والسيدات الحضور الكرام. واليوم هي ندوة حول المواطنة والوطنية، يعني ربما بالنسبة للجميع هذه يعني كلمة تعني نفس الشيء، وحتى إلا قلبتوا عليها في الفرنسية تقريبا كتلقاو كلمة واحدة لا سيتوينتي هي كتعني بهم بجوج، ولكن يعني كما أشاروا لذلك الأساتذة الأجلاء فاللغة العربية فالوطنية شيء والمواطنة شيء آخر. الوطنية التشبث بالوطن، بناء الوطن، يعني الدفاع عن وحدة الوطن، الدفاع عن ترابه، الدفاع عن مقدساته، الدفاع عن وحدته. والمواطنة هو انخراط في العدد ديال البرامج التنموية، انخراط في الواجبات، انخراط في الحقوق لنسير بهذا الوطن إلى الأمام. وبالتالي يعني الذكرى ديال 11 يناير اللي احنا اليوم ذكرى 79 ديالها جات في محلها، لأن المغرب اليوم يواجه تحديات كبرى، فكاين أمور اللي كتجي يعني من الله سبحانه وتعالى جفاف إلى غير ذلك، ولكن كاين أشياء اللي كتجي من عند العبد، وحنا مستهدفون من الخصوم ديالنا، واليوم نحتاج إلى مواطنتنا بكل مكوناتها. ودائما أنا يعني شاءت الأقدار أن تأتي هذا الذكرى تقريبا أيام قليلة بعد الإنجاز الكبير اللي حرز عليه الفريق الوطني في كأس العالم لكرة القدم، واللي هذوك الشباب أنا في نظري عطونا مما فيه إحنا، عطونا درس ديال المواطنة، ديال روح المواطنة، وكيفاش شفتهم كيتقاتلوا ويموتوا على الضرب بحال اللي كيقولوا، كيموتوا على القميص المغربي باش يوصلوا المغرب إلى أعلى درجات. الحمد لله ماشي سهل ان نوصلوا لنصف النهائي لاول مره كفريق عربي وكفريق افريقي، وخرجنا بحال اللي كيقول مرفوعين الراس، حتى داك نصف النهائي ما وصلناش النهائي في ظروف خاصه كان يمكننا نوصلوا حتى النهائي، ولكن هذوك الشباب عطاو انا اظن خصنا ناخذهم اليوم قدوه، لان فيهم مغاربه اللي ما عايشينش في المغرب ودافعوا على المغرب. هذا كيعني ان تا مغربيت كتسري في الدم الانسان، وهذه هي المواطنه. كيحتفل الشعب المغربي اليوم بذكرى مهمه جدا ومفصليه في نضاله ضد الاستعمار، اللي هي ذكرى تقديم وثيقه الاستقلال 1944. فلذلك تنظمت هذه الندوه من قبل المركز المغربي للتطوع والمواطنه اللي كنشكروه، وكان فيه نقاش مهم حول ابعاد هذه الوثيقه والعلاقه ديال هذه الوثيقه مع بناء المواطنة وبناء الوطنية والتفاعل بيناتهم. فلا شك أن تقديم هذه الوثيقة كانت مرحلة من مراحل بناء الوطنية الحديثة المغربية الحديثة، وأيضا كانت درس مهم للشباب وللمغاربة عموما، درس يمكن أن نستفيده. هي محطة من المحطات التاريخية الكثيرة، ولكن عندها واحد دور مهم جدا، فالذي أدعو إليه هو الاعتزاز بالتاريخ. التاريخ ديالنا فيه صفحات مضيئة كثيرة وفيه نضالات كبيرة، فلذلك خصنا نحاولوا ما أمكن يكون الاعتزاز بالتاريخ، يكون التعريف بالتاريخ، يكون تعليم ديال التاريخ للشباب الصاعد، يكون ليس فقط في المدرسة ولا في الجامعة فقط، ولكن حتى في البيوت أي واحد في بيته يمكن يكون واحد قاطرة لتعليم المحطات التاريخية المهمة للشباب الصاعد. روح المواطنة هي كتبرز بالخصوص في المحطات الصعبة والمحطات اللي كتكون فيها تحديات. التحديات كتدفع الوعي بأهمية العيش المشترك وأهمية الوطن. عندما كتقل التحديات
كل واحد كيغرق غير في الهموم ديالو الذاتية وفي المشاكل ديالو الشخصية، كتخف شوية هذيك المواطنة. ولكن الحمد لله المغاربة في المراحل الصعبة وفي المراحل المهمة راه كيبان هذاك التضامن ديالهم والتفاعل ديالهم والوطنية ديالهم والنظرة ديالهم المستقبلية والحرص ديالهم على بلادهم. وبان هذا الشيء في كأس العالم الأخير كيفاش كلهم كانوا متحمسين وكانوا متضامنين وكانوا متعاونين. لذلك لا خوف على المغاربة، إنما يجب بدلو مجيد من الجهود في هذا الاتجاه. المهم في الأمر هو الاختيار لموضوع الوطنية والمواطنة، لأننا أعتقد أنا شخصيا بأنه 11 يناير 1944 أزالت كل العقد التي جاء من الاستعمار ومن يعني المشاكل التي كانت موجودة، وأصبحنا بما أنه لأول مرة نطالب باستقلال المغرب، فأصبحنا نطالب كذلك بحقنا في المواطنة والوطنية. وأظن بأنه هذا أمر مهم، وسنحاول أن نتطرق للموضوع قدر المستطاع مع الشكر لجميع المتدخلين الآخرين. إننا اليوم ونحن في غمرة الاحتفال بالذكرى 79 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، لا نحتفل فقط بحدث ضمن الأحداث التي بصمت تاريخ المغرب المعاصر وشكلت إحدى محطاته المضيئة، بل نحتفل بذكرى ميلاد وتشكل مفهوم جديد للهوية الوطنية المغربية التي تتميز عن غيرها بما تحمله من خصائص ومميزات ممتدة في أعماق التاريخ وموصولة عبر مختلف التضاريس الجغرافية والمكونات البشرية المتنوعة الأصول. إننا نحتفل بذكرى انبعاث مواطنة وطنية متجدرتين ومترسختين في موروثنا الحضاري الذي لا ينفصل عن الموروث الجيني للمغاربة، والذي ينتقل من جيل لآخر دون أن يفقد من خصوصياته. إننا وقبل التطرق للمواطنة والوطنية كظاهرتين ميزتا رد فعل فئات من الشعب المغربي ضد سياسة المستعمر، وكسلوك وطني ميز عددا من المحطات اللاحقة، لا بد التطرق إلى مفهومي المواطنة والوطنية في حد ذاته.